أشاد الحساب الرسمي للدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا بالتألق الكبير للنجم المصري عمرو مرموش لاعب فرانكفورت بعد تسجيله هدفين وصناعته هدفا في التعادل مع باير ميونخ 3-3 في الجولة السادسة من البوندسليغا. الحساب الرسمي للدوري الألماني كتب عبر موقع فيسبوك: جنسيته مصري ولغته الأهداف. عمرو مرموش سجل هدفين وصنع هدفا في تعادل فريقه ضد باير ميونخ وتابع حتى باير ميونخ لا يستطيع إيقافه. سحر مرموش ينقص فرانكفورت في الثواني الأخيرة، وأتم مرموش يسجل يصنع يبدع يقنع يمتع بلا توقف، ثلاث مساهمات تهديفية للفرعون المصري أمام البايرن. مرموش تصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني بثمانية أهداف بعد نهاية الجولة السادسة من المسابقة بفارق ثلاث أهداف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.